هل العلم بصفات الله واجب على كل مسلم؟ يعني ليست كل الصفات تجب، يعني طبعا الأفضل والأكمل والأثوب أن تتعرف على الله، تعرف أسماءه وصفاته، لكن ما الشأن في العوام الذين لا يفهمون ولا يتحملون مثل هذا العلم؟ لا يأثمون. وجمعنا الله بك في الفردوس، وخفف في صلاتك يا شيخ عبد المحسن، لا تطل على الناس إطالة فيملوك، كان من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. وكانت أمور النبي في القراءة قرب انتهاء موته آيلة إلى التخفيف عليه الصلاة والسلام.